الاعلانات التي رافقت اداء وزاره الشؤون القانونيه من ذو تشكيل حكومه الوفاق. يحدثنا عن التقرير الاستاذ طه ابو طالب. اولا ناسف لازعاجكم من هذه الكارثه التي ستسمعونها من خلال ما قامت به اللجنه من رصد كوارث الفساد التي تمت عبر وزاره الشؤون القانونيه خلال فتره وجيزه جدا، وهي منذ تشكيل حكومه الوفاق التي كان مؤمل فيها ان تقوم هذه الوزاره بدورها في مكافحة الفساد الذي كان السبب الرئيسي لقيام ثورة الشباب 2011، ولكن للأسف فوجئنا خلال قيامنا برصد هذه التجاوزات بكارثة حقيقية لا تقل عن الفساد الذي كان يشرعنه النظام السابق بل ويقوم عليه بفترة وجيزة جدا. وقبل أن نطلعكم على ما جاء في تقرير الرصد، نريد أن ننوه بعض الأهداف والمهام التي تضطر بها وزارة الشؤون القانونية والمناط بها قانونا أن تقوم بها، فإن الغاية من إنشاء وزارة الشؤون القانونية هي تحقيق جملة من الأهداف بيّنتها حصرا المادة 1 الفقرة 2 من اللائحة التنظيمية للوزارة بالقول: تهدف وزارة الشؤون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقديم الخدمات القانونية المتطورة لرفع مستوى الأداء التطبيق الصحيح للقانون. إذن من خلال هذه الأهداف نجد أن وزارة الشؤون القانونية تعتبر من الوزارات المهمة جدا، وهي صمان أمان لتطبيق وتنفيذ القانون وحماية مصالح أجهزتها المختلفة. كلفها القانون باختصاصات تقوم من خلالها بتحقيق هذه الاهداف، ومن تلك الاختصاصات ان الوزاره تعد النائب القانوني لجميع اجهزه الدوله، كما تعد المستشار القانوني للدوله واجهزتها، وهي المعنيه بمراجعه واعداد كافه التشريعات واستكمال اجراءات اصدارها، وهي كذلك صاحبه الاختصاص في مراجعه كافه العقود والاتفاقيات بكافه انواعها قبل التوقيع او المصادقه عليها، وتتولى المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لكافة أجهزة الدولة ووضع النظم والقواعد الخاصة بالرقابة والتفتيش والمتابعة لسلامة تطبيق القوانين. إذا ما نظرنا إلى هذه الاختصاصات ونظرنا إلى واقعها، هنا وجدنا الكارثة الحقيقية من خلال تقرير الرصد. وهنا نعرض على مسامعكم بعض صور الفساد وجوانب القصور والاختلالات التي رافقت أداء وزارة الشؤون القانونية منذ تشكيل حكومة الوفاق، أي خلال العامين السابقين. أولاً، الفساد في إبرام عقود واتفاقيات جاءت مشوبة بصفقات مشبوهة ومخالفة لأحكام القانون. فمن اختصاصات الوزارة هي مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ويترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة، وكذا مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون إحدى الجهات المعنية طرفا فيها وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المقولة أولا في الشؤون القانونية بالنسبة للعقود، ونحن ما قدمنا لكم من هذه العقود هو نموذج بسيط جدا للاختلالات، أما لو أعطيناكم حصرا فأعتقد بأنه هذه الحكومة لا تصلح بأن تحكمنا يوما واحدا بعد اليوم. ثانيا، عدم تفاعل الوزارة في قضايا قانونية خلقت رأيا عاما يتطلب منها موقفا أو إصدار الفتاوى أو تفسيرا للنصوص الغامضة ووجه معالجات تشريعية لحد منها. فقد أناط القانون بوزارة الشؤون القانونية في مادته 7 باختصاصها بإصدار الفتاوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص أو تنازع الاختصاصات بين الجهات. وهناك كثيرا في الواقع نجد أن وزارة الشؤون القانونية عندما فعلت هذا النص وقامت بدورها الحقيقي خلال الفترة السابقة خلال فترة حكومة الوفاق مارست هذا الاختصاص، وكان لمرات قليلة إلا أنها ساهمت بذلك في حل كثير من القضايا، واستند إليها القضاء في العديد من الأحكام،
منها الفتوى الصادرة للموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمتضمنة حقهم في تنظيم أنفسهم في كيان نقابي يتولى الدفاع عن حقوقهم، وكذا الفتوى الصادرة عن الوزارة المتضمنة خضوع كافة مؤسسات الدولة ومنها هيئة المناقصات والمزايدات لسلطة القضاء، وكذا موقف الوزارة وعملها على تفعيل أحكام قانون الفساد والمتضمن انتهاء الفترة القانونية للهيئة السابقة. لكن دور الوزارة في أداء مهامها وممارسة اختصاصاتها لا يمثل المتطلبات التي يطلبها الواقع، فكثير ما أثيرت قضايا خلافية مماثلة لتلك التي ساهمت الوزارة في حلها بإصدار الفتاوى وإعمال رقابتها لتتحمل مسؤولية نتائجها، منها الخلاف القائم والمتجم بشأن علاج الجرحى بين وزارة المالية من جهة وزارة الصحة واللجنة الوزارية من جهة أخرى، ورغم صدور قرار جمهوري سابق ينظم ذلك وصدور عدة قرارات أخرى عن مجلس الوزراء حددت من خلالها اختصاصات الجهات المختصة بمعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء، ومع ذلك لزمت وزارة الشؤون القانونية الصمت ولم تصدر عنها أي فتوى أو موقف في ذلك الشأن. قام وزير المالية بإصدار قرار بإعادة تصدير الخردة إلى الخارج رغم وجود قرار جمهوري وقرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بمنع تصدير الحديد الخردة نظرا لحاجة الناس التي تقتضيها مصلحة البلاد. الجدل الذي ثار بين وزير المالية ووزارة توقيتنا وإلقاء كل منهما بالمسؤولية بشأن اعتماد التعزيز المالي لعدد كبير من المعلمين الذين صدرت لصالحهم فتاوى بالتوظيف وتم نشر أسمائهم في الصحف الرسمية، وما تلاه من اتفاقيات أبرمت بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بذلك الشأن، ورغم لجوء أولئك المتضررين إلى تقديم شكاوى إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء دون أن يجدوا أي تجاوب، إلى أن انكسر لهم القضاء أن أصدر حكما في قضيته تاريخ 1/9. قضى بإلزام وزارة المالية بتعزيز الخدمات بمرتبات المذكور من تاريخ صدور الفتوى لهم، مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل. وكانت وزارة الشؤون القانونية كانت ستخفف عن معاناة هؤلاء وتكفيهم مؤنة اللجوء إلى القضاء إذا ما كانت ستصدر فتوى بسيطة جدا لتحدد معها الاختصاص. كذلك قضية مئات الموظفين المسالح الذين قاموا بالاعتصام لعدة أسابيع بسبب عدم إدراجهم ضمن كادر الموظفين الدولة ورغم أنهم يعملون في القطاع العام. هنا لا نجد لوزارة الشؤون القانونية أي موقف من حيالهم. قضية العسكريين الجامعيين كذلك قضايا لم تتفاعل الوزارة معها، حيث ظهرت العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام كقضية تعيين مدير عام التربية محافظة تعز والخلاف بذلك الشأن بين محافظة تعز ووزير التربية والتعليم، ولم تصدر وزارة الشؤون القانونية أي فتوى أو موقف في ذلك. وكذلك ما يتعلق بتعيين وزير المالية مديرا عاما لمكتب المالية بمحافظة حجة وخلافه مع محافظة المحافظة، هذه كثير من القضايا الخلافية يتوجب على وزارة في حلها وخلق فتن وخلق مشاكل تتسبب فيما نحن فيه من هذا الوضع السيء، إلا أنها تغض الطرف عن كل ذلك. بالمناسبة نحن دعونا وزير الشؤون لكن للأسف كما هي عادة حكومة الوفاق بأنهم يعملون الفساد ولا يجرؤون على مواجهة هذا الفساد. هذا للأسف هي من السلبيات التي تتميز بها حكومتنا رغم أنه إنسان. وزارة الشؤون القانونية لم تعمل رقابتها وتغاضيها عن مخالفات الإدارات القانونية للجهات المختلفة التابعة لها للخدمة التابعة لها لقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة والشروط الواجب توفرها في من يتم تعيينه العامة في المناصب المالية. نجد بأن في الآونة الأخيرة تعيين أشخاص في مناصب عليا كبار في الدولة، منهم إما أن يكون متهم بقضايا قتل أو منهم من يكون محال على نيابة الفساد للتحقيق معه في قضايا نهب عام، ولكن نجد بأن وزارة الشؤون القانونية تمرر هذه القرارات وتقوم بإصدارها في الجريدة الرسمية بكل برود وسهولة، منهم ما صدر أخيرا في أحد من تم تعيينهم إبراهيم علي هيثم، تم تعيينه الآن كعضو من أعضاء لجنة مكافحة الفساد، وهو متهم في قضية قتل وطار من وجه العدالة وتحاكمه نيابة استئناف عدم كمتهم طار، ورغم هذا يقوم بإصدار قرار بتعيينه عضوا في هيئة مكافحة الفساد كأي فساد سيتوهمه هذا الشخص. خامسا مشروع العدالة الانتقالية الانتكاسة أهم منجزات وزارة الشؤون القانونية. طبعا للعلم نحن نختصر من أجل الوقت وإلا في التقرير أعتقد بأنه موزع على الجميع
ولكم الاطلاع عليه وسيتم نشره في وسائل الاعلام، وفيه تفاصيل دقيقه لكل ما قامت وزاره الشؤون القانونيه خلال الفتره السابقه من الانتهاكات بحق هذا الوطن. اما مشروع قانون العداله الانتقاليه الانتكاسه، هي عداله انتقاليه حقيقه وليست عداله انتقاليه لهذا الشعب. فهي اهم منجزات وزاره الشؤون القانونيه. المشكله ان المعروف عن وزير الشؤون القانونيه انه ضليع في العمل القانوني وحقوق الانسان، وقبل توليه الوزاره كان يدير منظمه حقوقيه هي منظمه المرصد اليمني لحقوق الانسان. ولكن منذ توليه عند تشكيل حكومه الوفاق والت وزارته اجراءات اعداد ومناقشه ووضع النصوص القانونيه الخاصه بقانون العداله الانتقاليه. وعملت على هذه المهمه طوال الفتره الماضيه، وجعلت منها شغلها الشاغل على حصول قضايا ومهام اخرى كان ينبغي الوزاره ان توليها الاهتمام الكافي. حيث قامت الوزاره باعداد مسوده القانون والدفاع عنه في كل المناسبات وامام كل وسائل الاعلام. واذا ما نظرنا الى هذا القانون سنجده قانون عداله انتقاميه من هذا الشعب. قانون يبرئ الجلاد ويجعل الضحيه هي المتهمه ان لم يكن قد ادان الضحيه. قانون لا يتنفر فيه من المعايير الدوليه التي تشترط في قوانين العداله الانتقاليه اي معيار واحد. قانون كصفقه سياسيه بامتياز، قانون صفقه سياسيه لا يمكن ان نسميه قانون، ومن الفضيحه ان يندرج تحت اسم قانون، ومع هذا وزاره الشؤون القانونيه وزير الشؤون القانونيه المحترم يتغنى به امام مرأة ومسمع العالم في كل وقت. وكثير من المنظمات الحقوقيه قد ابدت امتعاضها من هذا القانون ونادت بعدم تطبيقه لانه سابقه ستكون سابقه عالميه، لانه يتم تبرئه المتهمين، يتم تبرئه الجلادين، وفي خلال وقت لا يوجد اي تعويض حقيقي للضحايا. ما هو التعويض المعنوي الذي سيلحق بالضحايا عندما تعطيهم قانون يبرئ الجلاد؟ ما هو التعويض الذي ستعطيه لهم حتى يمكن ان يخفف معاناتهم؟ فهذا القانون يجب على كل المنظمات الحقوقيه، يجب على كل القانونيين، يجب على الشعب اليمني ان يتندى الى هذا القانون، لانه يعتبر انتكاسه حقيقيه بالنسبه لحقوق الانسان. وكنا لا نتمنى ان يقوم باعداده من هو المختصون والمدافعون عن حمايه حقوق الانسان كما يدعون ذلك. تساهل الوزاره مع المال العام والمشاركه في اهداره، تحت هذا البند ستجدون ان ملايين من الدولارات تهدر، رغم ان وزاره الشؤون القانونيه هي الرقيب على تلك العقود والرقيب على تلك الاتفاقيات، الا انها تهدر كل تلك المليارات على مرأة ومسمع منها. كما تم صرف 370,000 دولار كأسعار لهم، رغم ان هذه القضيه تمت بالتصالح. ولا ندري امر غير مباشر، لا ندري من هم المحامون الذين قاموا بتولي القضيه، ولا ندري كيف تم تصرفت لهم، وما ندري ما هي المعايير التي تصرفت، وهذا من التجاوزات الكثيره. كذلك بدل السفر الذي مما يتقاضاها الوزراء ومنهم وزير الشؤون القانونيه تجدون مبالغ مهوله، يقول وزاره او حكومه تقول بانها تعمل على التقشف، والتقشف فعلا هو الذي يعانيه الشعب، اما هم فلا يقومون بشيء يسرفون في الاموال بالغا. كذلك وزارة الشؤون القانونية أصبحت علاقة بينها وبين المرصد باعتبار أن وزيرها كان رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، فقد نقل كثير من الموظفين في المرصد أو العاملين في المرصد إلى وزارته، وقام بتعيينهم آخرهم تعيين الزميل الأستاذ محمد المقبري وكيلا له، وهو الآن الذي يقوم بإدارة المرصد القانوني. ونجد أن كل الفعاليات التي تقوم بها وزارة الشؤون القانونية ستجدونها في وسائل الإعلام مع مركز اليمني لحقوق الانسان، وبالتالي فهناك اصبحت الوزاره مسلطه لخدمه مشاريع شخصيه، خدمه المرصد اليمني لحقوق الانسان الذي يملكه الدكتور وزير الشؤون، وهذا خلافا لما هو معروف من وزاره الشؤون القانونيه ومن الوزير. عفوا لاطالتنا عليكم، نكرر بان ما اوردناه عباره عن مختصر بسيط جدا لما رصدناه من الانتهاكات والمخالفات التي قامت بها وزاره الشؤون القانونيه خلال الفتره الوجيزه تتجاوز عامين فقط، وهذه هي الثالثه. وهنا آلت اللجنه القانونيه في جهه الدفاع عن انقاذ الثوره، هي آلت على نفسها بان تتصدى لكل هذه الصفقات المشبوهه وان تعمل جاهده، وتدعو كل المعنيين وكل الاحرار في هذا البلد بان ينضموا للعمل على مراهبه هذه العقود، وللعمل على منظمه هذه الاختلالات، وللعمل على منظمه كل اشكال الفساد في الدوله. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله.
نشكر الأستاذ طه أبو طالب الذي كفى وأوفى.